ما صدقش حال صدق شي 3 مليون. ماك مسيني مع البارزة 3 مليون. علاش ماشي بزاف؟ علاش بالك بزاف؟ تستاهل اكثر. خونا خدام على داك العبد الطنز. واش كاين شي تقابي شي حفاري؟ واش كاين شي بيس؟ واش الزرعين كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشناكم بزاف بزاف بزاف. في هذا الفيديو، هذا فيديو سبيسيال، بما انه توحشناكم درنا فيديو جديد. وهذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نبلبلوه، غادي نخلقوه بيناتنا. المهم هذا الفيديو هذا غيكون رياكسيون بطبيعه الحال. حنا كندورو لقينا واحد الدري شي نادر، واحد الانترفيو مع واحد البنت، غادي نتفرجوا فيه كاملين وغادي نديروا عليها رد الفعل. المهم قبل اي حاجه بغينا الماكس ديال لايك الا كانوا كيعجبكم هاد الفيديوهات هادو، والماكس ديال لي كومونتير دير 5-6 اللي قديتي عليه. وباش اللي كاين وغنطولوش عليكم، ندخلوا في الفيديو ديالنا، ندخلوا ونشوفوا واش كاين. شوفوا هاد الحريره دي فين غتخرج. غتخرج اش اللي كاين؟ يلاه مستعد؟ مستعد ديما مستعدين حنا. ويلي بابا زرقي، قبل ما ندخلوا الفيديو ديالنا نخليكم مع سبونسور اللي ديجا كتعرفوا اللي هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هي المنصه اللي تقدر تشجعوا منها الفرق اللي كتبغيو وتربحوا الفلوس، وهي البلاتفورم الاكثر استعمالا في هذا الوقت هذا في العالم العربي. باش نقول لكم باللي غادي نخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون، والكود برومو هو في الديسكريبسيون. كود برومو يخليكم تربحوا كاول دفعه ديالكم 130 دولار اللي هي 1300 درهم. الاحسن تكونوا اكثر من 18 عام. هو هادشي اللي كاين، خليكم على الفيديو. اختي واخا نسولك عافاك. اوا سؤال مرحبا. تقبلي راجلك يكون جالس في الدار ونتي تخرجي تخدمي عليه؟ فوالا سؤال باين وسهل. السؤال هو واش تقبلي انك تخلي راجلك في الدار واش تمشي انت تخدمي عليه وما يكون لا مريض لا والو؟ يعني فهمتي؟ صحيح صحيح. نتوما البنات جاوبونا في لي كومونتير شنو بالك فيها. واش غتمشي تخدمي عليه ولا غتجلسي في الدار؟ واللي بغى يخدم نعم طويل. تقبلي راجلك يكون جالس في الدار ونتي تخرجي تخدمي عليه؟ إلا خلاني نخرج نخدم عليه. ها؟ إلا خلاني نخرج نخدم عليه؟ تخدم عليه عادي. ولا خلاني نجاوب لي ونعد سيادة. الله الله الله. ديري 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 ديري. عادي أنا بعدا. يعني واش فهمتي دابا؟ نمشي نجيبها ونعد سيادة. يعني هو ماشي راجل. وهذه هي الهضرة. وهذه الهضرة كاينة. هذه أنا متفق معاها. هذه هضرة معقولة. معقولة. يعني ولكن كيفاش غادي تجيبو ملي من عند سيادو؟ يعني الطريقه كيفاش؟ هذه اللي باقي ما فهمناهاش. سي سير نكملو. كيفاش نجيبو ملي من عند سيادو؟ من عند سيادو زعما تخدمي في شي محل ولا شي؟ ما عرفتش. ما عرفتش. هذه باقي ما عرفتش. يعني واش محل لا كازا لا شوشو؟ كاين الغدر هنا. كاين الغدر من لحيات. كاين الغدر. كاين كاين الغدر. داكشي انتي دابا مازال ما مزوجاش؟ لا باقي ما مزوجاش. شنو مواصفات فارس الاحلام ديالك؟ يكون زوين عادي باينه. عادي هادي عادي. يكون زوين. يكون زوين عادي. او ما طويل ما قصير. ما طويل ما قصير عادي عادي عادي. كيفاش ما طويل ما قصير؟ مو هي مويان مويان مش مويان 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 عادي 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 عادي. ما ليناش وعندو الفلوس عادي. ما عاديش. وشنو اللي ما عندوش الفلوس؟ لا لا. ما يعيش عادي. ما يتزوجش عادي. تا هي عادي عادي بصح. الفلوس كتحل المشاكل. كاين هادي عادي. الا ما كانش فلوس راه تخرج تخدم عليه الغدر. كاين عادي. وعندو طوموبيل. عادي جاوب طوموبيل. سريدة تبيكالا. لا عايش. شنو واش الفقير ما يعيش؟ ما يعيش معاكم. لا حشومة عليكم. حشومة عليكم التربيات. قول قلبو حنا تلقاو. والله لا حشومة عليكم. واش الفقير ما يتزوجش ما يكمل جدينو؟ علاش؟ علاش؟ حنا راه باينين باينين زعما نستروكوهم وهادي. انتوما نسترتي في التريف. صافي صافي هادشي اللي بغيتي. ما صدقت شحال؟ شي 3 مليون. 3 مليون. ماك مسيني انا. ماك مسيني مع البارزة. 3 مليون. واه كتنوع. شوف لا راه لا راه كتنوع كتنوع. راه خدامة لك عرفتي علاش؟ راه حيت السبت والحد كتبوا الهاواي والثلاث كتحطنا كوفليكس. الاثنين والخميس ريد بول. ناري ثلاثة ماشي بزاف. علاش بالك بزاف؟ تستاهل اكثر. خونا خدام على داك العبد الطنز زعما واش تستاهل ثلاثة ولا نقصوا؟
شنو دوز لها لا فيزي هكاك شاف ستاش واش باقي خدام مزيان واش دايز ولا ما دايزش فهمت واش كاين شي تقابي شي حفاري واش كاين شي بيس ما علينا الا جاك شي ولد الناس ما فحاله واش زعما ما عندوش باش يعطيك 3 المليون صداق وكيما كتقولي الدار وطوموبيل وكذا وفلوس ما عندوش ما بغيتوش حنا لا جينا حنا زعما ما سميتو والو ما بغيتيش لا وي دراري اللي ما عندهمش طوموبيل دراري اللي ما عندهمش الفلوس خبيو راسكم من الزواج النساء الصابونه راكم تما صافي غسل بها وجهك ونوض كاع ياك واش تقدريش تسكني معايا مو وختو لا بغيت داري بوحدي ما قالت عيب علاش بحال دابا الا كانوا كنتي ساكن عمالين الدار ومعاك مرتك في البيت غدا تسمع زيت وانت غتمرق كاين ما جاتش ما جاتش ولكن عاوتاني كاين فوتو فخور شنو هو الفوتو هذا علاش هي قالت زعما بوحدنا تعيش ماشي على هاد العيب زعما تعيش بوحد علاش مع حتى تخرج تمشي للخدمه تجي تلقى دخلات ابراد حمادي الغدره كاين مول الحانوت يصاوب البوطه مول الحانوت كيزير البوطه ويزير لك البونونه تجي تلقى مزير خاف لك كلشي علاش بغيتي دارك بوحدك كاك واش لقى راحتي وفهمتي حتى مو اختو غتلقى راحتك معاهم الا كان ما بغيتش الصداع ما بغاش الصداع يعني دابا مي وبا غادي يديروا لك انت الصداع خرجي من الخدمه خرجي برا بنت الحرام خطير يعني صداع في هادشي صداع المهم صداع شحال يكون كيشد في الشهر يكون يشد شي 10000 درهم واو 10000 درهم 10000 درهم راكي 5000 درهم 5000 درهم مبروك عليك مبروك 10000 درهم شحال 10000 درهم كان حيت ما كنعرفش انا بالدرهم مليون 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 مالك ما قاريش عيقتي انت ما قاريش مليون مليون شحالش ليا كامله كامله زعما ما عندك شي شروط اخرين شرطي مع لي ديرهم باش تزوجوا كذا عندي بحال اش كون يصرف عليا زيدي ويكون مهتم بيا هذا الشيء عادي انه يصرف عليك ويهتم بك ولا ضروري علاش تزوجنا علاش تزوجنا باش نهتم بك ولا حتي مع مراه هو كلشي كون كيبغيني وما يخونيش لا الخيانه كاينه خيانه في هذا الوقت راه كثرات يعني هذه ما نضمنكش هذه بغيتي تقولي هذه ما نضمنكش هذه الصراحه بغيت نسولك على هذا البلان هذا الا لقيتي مع شي بنت شنو غديري شنو غندير دقه فيه ودقه فيها هذه كازاويه صوفاج هذه ما خداماش لي هذه لا هرب غير هرب هرب هذه شدك تقدر تكباليك هذه تصرخك حتى امك واش خرجك ولا بغيتي شي واحد وبغاك هو وماماه ما قبلهاش شنو غدير ولا والديك نتي اللي ما قبلوش الا كنت باغي راه حاجه اخرى يعني راه سميتو عندي المستحيل يعني غيتحركوا المجامر مجامر مستحيل باش المهم غناخدو مجامر ممشي بركه قليله وصافي حضيو مع الملابس الداخليه ديالكم داكشي ديالكم التصاور ديالكم وداكشي راه راه هادشي ولا تيخلع تيخلع الدريات راه ولاو راه تياخذوا شرع يديهم بايديهم يديهم مابقاوش هادشي خدام معاكم الدراري قالت لكم الدراري خدام راسكم الله يسهل عليكم راه الدريات ولاو خدام راه خدام الله يسهل عليها نقدر نهرب معاه نقدر نسكن معاه في داري بوحدي في دار في شي دار شي دار دابا قلتي لي بغيتي يكون في دارو يعني من غيكون عنده ملي غيكون عنده نورمال زعما شنو نوعيه العلاقات اللي دوز كيفاش يعني؟ باش نحيدو الملل وصافي. هادشي كيحيدو بين الناس الملل. مزيانة الدخلات هادو. مزيانة العيال. تقول لها ما نحيدوش الملل. اش بالك؟ ما نحيدوش الملل. بلاش تعلموا. وفينا؟ نحيدوش الملل. شوية. الملل. شوية ماشي شي حاجة. وبزاف الدراري شي كان في الفيديو هذا. لي لايك لي كومونتير بالبلوي عجبكم بهذا الفيديو هادو. تسناو ان شاء الله فيديو جديد كل يومين. واشي اللي كاين كنحاولوا اننا نديروا لكم فيديو كل يومين واشي اللي كاين لي لايك بزاف لي كومونتير جربوا راسكم بالبلو بزاف واشي كاين تهلاو